يقول: ما حكم استعمال كلمة لو؟ كلمة لو لا يجوز استعمالها إذا كانت من باب الاعتراض على القدر، لو فعلت كذا ما كان كذا وكذا، هذا معناه أنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، معناه أنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، فإذا كان يقول لو من باب لوم القدر والاعتراض على القدر فهذا لا يجوز.